أهوتك. شكرا. تذكرت عندي إيميل شغل. هلأ بدك تجاوبني، بدك تعترف له وتكملوا حياتكم سوا ولا؟ ايه بدي. معناها حاجة تأجل، احكي اللي بقلبك، إذا تأخرت أكثر رح تخسره وتندم كتير. خليك عم تتهرب. يمكن لأنه ما عنده مشاعر تجاهي، ما عم يعرف كيف بده ينهي الموضوع. أي هي هي الحقيقة. كيف بدي اقول لها؟ كيف؟ اكيد رح حبس وما رح اعرف احكي كلمتين.